الدحيح. لا يتركك أحمد الغندور مقدم برنامج الدحيح تشعر أنك تشاهد برنامجا علميا، بل كأنك تشاهد أحد الفيديوهات الكوميدية التي تنتشر بشكل يومي على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن بمهاراته القوية والمختلفة في تبسيط العلوم المعقدة وموسيقى مشوقة في الخلفية، يأخذك أحمد الغندور في رحلة تصل في نهايتها إلى فهم أحد النظريات أو الظواهر العلمية المعقدة. أحمد محمد الغندور هو صانع محتوى يوتيوب مصري اشتهر باسم الدحيح. درس علم الأحياء في كلية العلوم في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. أنشأ قناة على موقع يوتيوب لنشر فيديوهات عن تبسيط العلوم اسمها الدحيح. ازدادت شهرة الغندور في مصر والكثير من الدول المتحدثة باللغة العربية بعد تعاقده مع شبكة EG Plus. كان الغندور مقدم لأحد البرامج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة سنة 2014 وعمل مديرا عاما لاتحاد الطلبة في الجامعة في نفس السنة. حصل على بكالوريوس في العلوم التطبيقية عام 2016، وفي عام 2017 التحق بجامعة هونغ كونغ للحصول على شهادة الماجستير من الصين. بدأ الغندور في تقديم فيديوهاته على موقع يوتيوب في أغسطس 2014 ويقول عن بدايته: الفكرة جاءتني من اشتراكي في مسابقة علمية عن القنصلية البريطانية، حيث نطرح فكرة علمية في 3 دقائق، وأعجب الكثير بشرحي وطلبوا مني أن أعمل فيديوهات على يوتيوب. أصبح الغندور معروفا على نطاق الوطن العربي لطريقته في عرض فيديوهاته المختلفة عن أغلب مقدمي المحتوى على يوتيوب، حيث غالبا ما يستخدم الكوميديا لتبسيط العلوم المعقدة. وقد ذكر في حوار أنه يريد أن يشع بين العلوم وأن يجعلها تصل للعامة وللأشخاص غير المهتمين بالعلوم أو غير الدارسين كذلك، ويحاول أن يضيف كوميديا لأنها الطريقة الأنسب للمجتمع المصري. في فيديو آخر إن شاء الله سوف نتعرف على قصة نجاح أحمد محمد الغندور في برنامجه وقناته الدحيح، وكيف وصل إلى هذه الشهرة، وكيف استطاع أن يشرح للناس العلوم المعقدة بهذه البساطة. نشكركم على حسن المتابعة وندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات لتصلكم جديد فيديوهاتنا، والسلام عليكم.